اهلا بكم على جسر عربي، قناه جسر عربي، قناه العرب في ايطاليا، ونستكمل معكم الرخصه الايطاليه بالتفصيل. ومعنا باساجيو اليفيلو. باساجيو اليفيلو هو ممر السكه الحديد. احنا طبعا هنتعرف عليه بشكل اكثر في الباب الثاني، ولكن ناخذ عنه فكره عامه. باساجيو اليفيلو هو معبر السكه الحديد او ممر السكه الحديد، وهو بيكون طبعا هو معبر مع او تقاطع مع طريق. وهنا معبر السكة الحديد ممكن يكون بحواجز أو بارييري أو أنصاف حواجز سيمي بارييري. طبعا الحاجز اللي هو بيطلع وينزل ده حاجز كامل أو نصف حاجز سيمي بارييري، أنصاف حواجز سيمي بارييري، أو ممكن يكون سنسا بارييري بدون حواجز تماما. أوكي، طبعا في الباساج ليفيلو ممكن ألاقي لمبات حمراء، بتكون لمبة واحدة ذات إضاءة حمراء ثابتة في حالة إن الباساج ليفيلو يكون في بارييرة كاملة أو في حاجز كامل، وممكن يكون في لمبات حمراء متقطعة، وده في حالة ان يكون في نصف حاجز او مفيش حاجز خالص. وممكن طبعا عند ممر السكة الحديد المفروض ان يكون قبله في حاجة اسمها بانيلي ديستانسيو ماتريتشي او علامات المسافات. في الاول علامة بيكون فيها ثلاث خطوط حمراء، هي بتكون بيضة وفيها ثلاث خطوط حمراء، معناها ان متبقي على ممر السكة الحديد او معبر السكة الحديد 150 متر، وبعد كده خطين لونهم احمر معناها ان متبقي على ممر السكة الحديد 100 متر، وعلامة الثالثة بتكون فيها خط واحد أحمر معناها أنه متبقي على ممر السكة الحديد 50 متر. وممكن يكون في طبعا يعني أي منبه صوتي أو سينيلاسيون أكويستيكا، تنبيه صوتي طبعا الجرس. وممكن يكون في حاجة اسمها كروتشي دي سانت أندريا، وده في حالة إن الممر يكون بدون بارييري، بدون بارييري يعني بدون حواجز خالص. في الحالة دي في علامة إكس اللي هي علامة كروتشي دي سانت أندريا، أو علامة الإكس اللي هي بتاعت سانت أندريا. طبعا ده كله هنتعرف عليه بالتفصيل أكتر في الباب الثاني، ولكن هي فكرة عامة عنه هنا. باساجيو ليفيلو، ممر السكة الحديد. الباساجيو ليفيلو، ممر السكة الحديد. إيه أون اترافيرسامينتو، عبارة عن ممر أرازو على نفس المستوى ترا أون استرادا، ما بين طريق إد أون لينيا فيروفياريا، و خط السكة الحديد. إن أون باساجيو ليفيلو، في ممر السكة الحديد. سي بوسونو تروفاري، يمكن أن نجد بارييري أو سيمي بارييري، الحواجز أو أنصاف الحواجز. بانيلي كي إنديكانو لا ديستانسا، يعني العلامات التي تشير الى المسافات اللي هي بارليلي ديستانسيو ماتريتشي. وهنا عندنا ديسبوزيتيفو دي سينيلاسيون اكويستيكا، يعني جهاز للتنبيه الصوتي، اكامبانا في جرس. وممكن لوتشي روس، يعني اضاءات حمراء، قلنا بتكون اضاءه واحده ثابته في حاله لما يكون عندي باريره كامله او حاجز كامل، واضاءتين متقطعتين في حاله سيمي باريره أو حواجز أنصاف الحواجز أو سنسا بارييري يعني بدون حواجز. وكروتشي دي سانت أندريا، علامة إكس لسانت أندريا. تمام، وطبعا كده خلاص احنا عرفنا ان في باساج ليفيلو، معبر السكه الحديد، وعرفنا معبر السكه الحديد ممكن يكون في بارييري حواجز كامله، سيمي بارييري، انصاف حواجز، سنسا بارييري بدون حواجز، بيكون قبله علامات المسافات اللي هي بانيلي دي سانتيومتريتشي، بيكون في لمبات حمراء واحده ثابته او اثنين متقطعتين، وبيكون في ديسبوزيتيفو عشان يعمل او جهاز وظيفته ان هو يعمل سينيلاسيوني اكويستي، يعني تنبيه صوتي، بيكون في علامة إكس دي سانت أندريا في حالة وجود عدم وجود لبارييري أو الحواجز. وبكده بنكون انتهينا من حلقة اليوم، ونلتقي في الحلقة القادمة. وطبعا ما تنسوش الاشتراكات والإعجابات ومساندتكم للقناة. شكرا لكم، ونلتقي في الحلقة القادمة.